بسم الله الرحمن الرحيم. ده لي قناه عيون الكاميرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهارده معانا فيديو نادر جدا وليد الصدفه، يعني طبعا الفيديو ده لم يتم بالاتفاق زي ما احنا شايفين كده. اثناء وجودنا في احد البدايات كان في عمال بينظفوا الواجهات، المباني العاليه اللي واجهتها مصنوعة من الزجاج. طبعا الزجاج ده زجاج عاكس، هم بره مش شايفين اللي جوه، لكن اللي داخل المبنى بيكون شايف طبعا ما خارج المبنى. المهنة دي طبعا من المهن الخطرة جدا، واللي مش اي حد يقدر ان هو يعمل بها. وطبعا كل ده من اجل لقمة العيش، ان يعني بعض الافراد يتسلقوا هذا المبنى الشاهق الارتفاع للقيام بتنظيفه. بتحتاج شخص يكون ذوي اعصاب من حديد، وبتحتاج تدريب على الامن والسلامه، وربنا يا رب يحفظهم ويسلمهم، لان دي من المهن اللي بتحتاج سلامه وبتحتاج تامين جامد وتدريب، لان اقل خطا فيها بيؤدي الى الموت او يعني اصابات كبيره لو هو في دور يعني اقل ولا حاجه، دور اول ولا دور تاني. ولكن طبعا لما يكون على ارتفاع شاهق بالمنظر ده يعني اقل خطا طبعا معروف النتيجه هتكون ايه. ده قلنا نصور الفيديو ونعرضه عليكم. اتمنى يعجبكم الفيديو، وقولوا لي في التعليقات هل تقدروا تشتغلوا مثل هذا العمل. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.